بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه ولا فيما دون خمس ذود صدقه، ولا فيما دون خمس أواقي صدقه. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، حا، وحدثني عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن يحيى بن عماره عن ابيه يحيى بن عماره قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس اصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينه وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحتري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا حدثنا وكيع عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. وحدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عماره عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثني عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري ومعمر عن اسماعيل بن اميه بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب اخبرني عياض بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقه وليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه باب ما فيه العشر او نصف العشر حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الايدي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير: يبلغ به. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، حا. وحدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليس في العبد صدقه الا صدقه الفطر باب في تقديم الزكاه ومنعها وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطه وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاويه بن ابي سفيان حاجا او معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق عن معمر. عن اسماعيل بن اميه قال اخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاه الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثه اصناف صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير وحدثني عمرو الناقد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري ان معاويه لما جعل نصف الصاع من الحنطه عدل صاع من تمر انكر ذلك ابو سعيد وقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من اقط باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة باب إثم مانع الزكاة وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر او فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطاه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطاه باظلافها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثه هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على اهل الاسلام فهي له وزر واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضه فما اكلت من ذلك المرج او الروضه من شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات وكتب له عدد ارواثها وابوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد اثارها وارواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الايه الفاذه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي اخبرنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم في هذا الاسناد بمعنى حديث حفص بن ميسره الى اخره غير انه قال: ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. وحدثني محمد بن عبد الملك الاموي حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت عليه فتطاه باظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه اخراها ردت اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنه مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار قال سهيل فلا ادري اذكر البقر ام لا قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها او قال الخيل معقود في نواصيها قال سهيل انا اشك الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر، فالرجل يتخذها في سبيل الله، ويعدها له. فلا تغيب شيئًا في بطونها إلا كتب الله له أجرًا، ولو رعاها في مرج، ما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطره تغيبها في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها واروافها ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوه تخطوها اجر واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها واما الذي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الايه الجامعه الفاذه فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوِرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَسَاقَ الحَدِيثَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا سهيل بن ابي صالح بهذا الاسناد، وقال بدل عقصاء عضباء، وقال: فيكوى بها جنبه وظهره، ولم يذكر جبينه. وحدثني هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب، اخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله، وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج: اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر. تستن عليه بقوائمها واخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطاه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطاه باظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامه شجاعا اقرع يتبعه فاتحا فاه فاذا اتاه فر منه فيقضمها قضم الفحل قال أبو الزبير: سمعت عبيد الله بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال: مثل قول عبيد الله بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل يا رسول الله: ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامه بقاع قرقر تطاه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسوره القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال اطراق فحلها واعاره دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا تحول يوم القيامه شجاعا اقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فاذا راى انه لا بد منه ادخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل باب ارضاء السعاه حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن أبي إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عني راض. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا اسحاق اخبرنا ابو اسامه كلهم عن محمد بن ابي اسماعيل بهذا الاسناد نحوه. باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبه فلما راني قال هم الاخسرون ورب الكعبه قال فجئت حتى جلست فلم اتقار ان قمت فقلت يا رسول الله فداك ابي وامي من هم قال هم الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت واسمنه تنطحه بقرونها وتطاه باظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وحدثناه أبو كُريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن المعرور عن أبي ذر، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في ظل الكعبة، فذكر نحو حديث وكيع، غير انه قال والذي نفسي بيده ما على الارض رجل يموت فيدع ابلا او بقرا او غنما لم يؤد زكاتها حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني ان لي احدا ذهبا تاتي علي ثالثه وعندي منه دينار الا دينار ارصده لدين علي وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب الترغيب في الصدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير وابو كريب كلهم عن ابي معاوية. قال يحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابي ذر. قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر الى احد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما احب ان احدا ذاك عندي ذهب امسى ثالثه عندي منه دينار الا دينارا ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني. قال: سمعت لغطا، وسمعت صوتا. قال: فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. قال: فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال: فقال ذاك جبريل اتاني فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قال قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر جعلني الله فداءك قال يا أبا ذر تعاله قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال اجلسها هنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبس. ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت يا نبي الله، جعلني الله فداءك. من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل: عرض لي في جانب الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال وإن شرب الخمر. باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال: قدمت المدينه فبينا انا في حلقه فيها ملأ من قريش اذ جاء رجل اخشن الثياب أخشن الجسد، أخشن الوجه. فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رايت احدا منهم رجع اليه شيئا قال فادبر واتبعته حتى جلس الى ساريه فقلت ما رايت هؤلاء الا كرهوا ما قلت لهم قال ان هؤلاء لا يعقلون شيئا ان خليلي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فاجبته فقال اترى احدا فنظرت ما علي من الشمس وانا اظن انه يبعثني في حاجه له فقلت اراه فقال ما يسرني ان لي مثله ذهبا انفقه كله الا ثلاثه دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا قال قلت ما لك ولاخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم قال لا وربك لا اسالهم عن دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى الحق بالله ورسوله. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا ابو الاشهب، حدثنا خليد العصري عن الاحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر ابو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل اقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا قالوا هذا ابو ذر قال فقمت اليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قال ما قلت الا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في هذا العطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن ادم انفق انفق عليك. وقال: يمين الله ملآ، وقال ابن نمير: ملآن، سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال لي انفق انفق عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. باب فضل النفقة على العيال والمملوك واثم من ضيعهم او حبس نفقتهم عنهم حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبه بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال ابو الربيع حدثنا حماد حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله قال ابو قلابه وبدا بالعيال ثم قال ابو قلابه واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كُريب، واللفظ لأبي كُريب، قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن مُزاحم بن زُفر، عن مُجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك، أعظمها أجرا الذي انفقته على اهلك. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، عن أبيه عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو اذ جاءه قهرمان له فدخل فقال اعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فاعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته باب الابتداء في النفقه بالنفس ثم اهله ثم القرابه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبد الله عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائه درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها اليه ثم قال ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليث باب فضل النفقه والصدقه على الاقربين والزوج والاولاد والوالدين ولو كانوا مشركين حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحه اكثر انصاري بالمدينه مالا وكان احب امواله اليه بيرحا وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرحا وانها صدقه لله ارجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمه حدثنا ثابت عن انس قال لما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحه ارى ربنا يسالنا من اموالنا فاشهدك يا رسول الله اني قد جعلت ارضي بريحه لله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وابي بن كعب حدثني هارون بن سعيد الأيلي: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو عن بكير عن كُريب عن ميمونة بنت الحارث، أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امراه عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت الى عبد الله فقلت انك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك اتجزي الصدقه عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي. حدثنا الاعمش حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امراه عبد الله قال فذكرت لابراهيم فحدثني عن ابي عبيده عن عمرو بن الحارث عن زينب امراه عبد الله بمثله سواء قال قالت كنت في المسجد فراني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص. حدثنا أبو كُريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا. انما هم بني. فقال نعم لك فيهم اجر ما انفقت عليهم. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر حا وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروه في هذا الاسناد بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا انفق على اهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه وحدثناه محمد بن بشار وابو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حا وحدثناه ابو كريب حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الاسناد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام بن عروه عن ابيه عن اسماء قالت: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم. وحدثنا أبو كُريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر. قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قدمت علي امي وهي راغبه افاصل امي قال نعم صلي امك باب وصول ثواب الصدقه عن الميت اليه وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثني علي بن حجر، أخبرنا علي بن مسهر حا، وحدثنا الحكم بن موسى، حدثنا شعيب بن إسحاق، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة: "ولم توص كما قال ابن بشر، ولم يقل ذلك الباقون". باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة في حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي شيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه خلق كل انسان من بني ادم على ستين وثلاثمائه مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس او شوكه او عظما عن طريق الناس وامر بمعروف او نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال: يمسي. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: أخبرنا يحيى بن حسان: حدثني معاوية، أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: أو أمر بمعروف وقال: فإنه يمسي يومئذ. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا علي يعني ابن المبارك، حدثنا يحيى عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، قال: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل انسان بنحو حديث معاويه عن زيد وقال فانه يمشي يومئذ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن شعبه عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. باب في المنفق والممسك. وحدثني القاسم بن زكريا: حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال حدثني معاويه بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم أعطِ ممسكا تلفا. باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قال حدثنا وكيع، حدثنا شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معبد بن خالد. قال سمعت حارثة بن وهب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته، فيقول الذي اعطيها: لو جئتنا بها بالامس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري: وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد: وترى الرجل. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله، فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وحدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن أبي يونس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي، واللفظ لواصل. قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا باب قبول الصدقه من الكسب الطيب وتربيتها وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن يسار انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمره فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق احد بتمره من كسب طيب الا اخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلوه او قلوصه حتى تكون مثل الجبل او اعظم. وحدثني اميه بن بسطام حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح بن القاسم حا وحدثنيه احمد بن عثمان الاودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان يعني ابن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد. وفي حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. وحدثنيه ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل وحدثني ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه حدثنا فضيل بن مرزوق حدثني عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ بابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ حدثنا عون بن سلام الكوفي، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، عن ابي اسحاق، عن عبد الله بن معقل، عن عدي بن حاتم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ان يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا وقال الاخران اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاعمش عن خيثمه عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد بن حجر قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله، وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال اسحاق: قال الاعمش عن عمرو بن مره عن خيثمه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب. قالا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن خيثمه عن عدي بن حاتم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فاعرض واشاح ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما، وقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن خيثمه عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثني محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار او العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فامر بلالا فاذن واقام فصلى ثم خطب فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الى اخر الايه ان الله كان عليكم رقيبا والايه التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الانصار بسره كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رايت كومين من طعام وثياب حتى رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، قالا جميعا حدثنا شعبة، حدثني عون بن أبي جحيفة، قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، بمثل حديث ابن جعفر. وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل ومحمد بن عبد الملك الاموي. قالوا حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن ابيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه قوم مجتى بالنمار وساق الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فذكر بمعنى حديثهم. باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي عن التشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حدثني يحيى بن معين، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، حا وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له، أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن ابي مسعود قال امرنا بالصدقه قال كنا نحامل قال فتصدق ابو عقيل بنصف صاع قال وجاء انسان بشيء اكثر منه فقال المنافقون ان الله لغني عن صدقه هذا وما فعل هذا الاخر الا رياء فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمتطوعين وحدثنا محمد بن بشار حدثني سعيد بن الربيع حا وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا باب فضل المنيحه حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به الا رجل يمنح اهل بيت ناقه تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال من منح منيحه غدت بصدقه وراحت بصدقه صبوحها وغبوقها باب مثل المنفق والبخيل حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر وحدثنا سفيان بن عيينه قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان او جنتان من لدن ثديهما الى تراقيهما فاذا اراد المنفق وقال الاخر فاذا اراد المتصدق ان يتصدق سبغت عليه او مرت واذا اراد البخيل ان ينفق قلصت عليه واخذت كل حلقه موضعها حتى تجن بنانه وتعفو اثره قال فقال ابو هريره فقال يوسعها فلا تتسع حدثني سليمان بن عبيد الله ابو ايوب الغيلاني حدثنا ابو عامر يعني العقدي حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي انامله وتعفو اثره وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت واخذت كل حلقه مكانها قال فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه في جيبه فلو رايته يوسعها ولا توسع وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي عن وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد اذا هم المتصدق بصدقه اتسعت عليه حتى تعفي اثره واذا هم البخيل بصدقه تقلصت عليه وانضمت يداه الى تراقيه وانقبضت كل حلقه الى صاحبتها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد ان يوسعها فلا يستطيع باب ثبوت اجر المتصدق وان وقعت الصدقه في يد غير اهلها حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسره عن موسى بن عقبه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاتصدقن الليله بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيه فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على زانيه قال اللهم لك الحمد على زانيه لاتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لاتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانيه وعلى غني وعلى سارق فاتي فقيل له اما صدقتك فقد قبلت اما الزانيه فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما اعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته باب اجر الخازن الامين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عامر الأشعري، وابن نمير وأبو كريب، كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد عن جده أبي بردة. عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الخازن المسلم الامين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما امر به فيعطيه كاملا موفرا طيبه به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا وحدثناه ابن ابي عمر حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الاسناد وقال من طعام زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من بيت زوجها غير مفسده كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من اجورهم شيئا وحدثناه ابن نمير حدثنا ابي وابو معاويه عن الاعمش بهذا الإسناد نحوه. باب ما أنفق العبد من مال مولاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث. قال ابن نمير: حدثنا حفص عن محمد بن زيد، عن عمير مولى أبي اللحم، قال: كنت مملوكا. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد يعني بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فاطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطي طعامي بغير ان امره فقال الاجر بينكما حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المراه وبعلها شاهد الا باذنه ولا تاذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له باب من جمع الصدقة وأعمال البر حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان قال ابو بكر الصديق يا رسول الله ما على احد يدعى من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح حا وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري باسناد يونس ومعنى حديثه. وحدثني محمد بن رافع حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شيبان حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا شبابه حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنه الجنه كل خزنة باب أي فل فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص يعني بن غياث، عن هشام عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفحي أو انضحي أو أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن عباد بن حمزه عن اسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكه ان عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ بما يدخل علي قال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا الليث بن سعد حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها. ولو فرس نشاه. باب فضل إخفاء الصدقة. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله. أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا بعباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري او عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقال ورجل معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه باب بيان ان افضل الصدقه صدقه الصحيح الشحيح حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم فقال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عماره عن ابي زرعه عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا فقال اما وابيك لتنبانه انت صدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير، غير أنه قال: أي الصدقة أفضل؟ باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى وان اليد العليا هي المنفقه وان السفلى هي الاخذه حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرا عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن حاتم، وأحمد بن عبده، جميعاً عن يحيى القطان. قال ابن بشار: حدثنا يحيى، حدثنا عمرو بن عثمان. قال سمعت موسى بن طلحه يحدث ان حكيم بن حزام حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقه او خير الصدقه عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال ان هذا المال خضره حلوه فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وزهير بن حرب، وعبد بن حميد، قالوا حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد، قال سمعت أبا أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. باب النهي عن المسألة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني ربيعه بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاويه يقول اياكم واحاديث الا حديثا كان في عهد عمر فان عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا سفيان عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه همام، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا، فتخرج له مسألته مني شيئا، وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته". حدثنا ابن أبي عمر المكي: "حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار". حدثني وهب بن منبه ودخلت عليه في داره بصنعاء فاطعمني من جوزه في داره عن اخيه قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاويه بن ابي سفيان وهو يخطب يقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم ويعطي الله باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا المغيره يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسال الناس شيئا حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر اخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونه عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف، اقرأوا إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا". وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، اخبرني شريك اخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمره انهما سمعا ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث اسماعيل باب كراهه المساله للناس وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزه بن عبد الله عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المساله باحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعه لحم وحدثني عمرو الناقد حدثني اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا معمر عن اخي الزهري بهذا الاسناد مثله ولم يذكر مزعه. حدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع اباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعة لحم حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر حدثني هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك. فان اليد العليا افضل من اليد السفلى وابدا بمن تعول وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل حدثني قيس بن ابي حازم قال اتينا ابا هريره فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لان يغدو احدكم فيحطب على ظهره فيبيعه ثم ذكر بمثل حديث بيان حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتزم احدكم حزمه من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من ان يسأل رجلا يعطيه او يمنعه. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب. قال سلمة حدثنا وقال الدارمي: اخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي. حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين اما هو فحبيب الي واما هو عندي فامين عوف بن مالك الاشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعه او ثمانيه او سبعه فقال الا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيع وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه باب من تحل له المسألة حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب حدثني كنانه بن نعيم العدوي عن قبيصه بن مخارق الهلالي قال تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها فقال اقم حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها قال ثم قال يا قبيصه ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقه حتى يقوم ثلاثه من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. وحدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب حا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر اعطه يا رسول الله افقر اليه مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمر وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي انه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعماله فقلت انما عملت لله واجري على الله فقال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسال فكل وتصدق وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث. باب كراهة الحرص على الدنيا حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال وحدثني ابو الطاهر وحرمله قالا اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن ابي عوانه. قال يحيى: اخبرنا ابو عوانه عن قتادة عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن ادم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر. وحدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عوانه عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله، بمثل حديث أبي عوانة. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب: عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان لابن ادم ملء واد مالا لاحب ان يكون اليه مثله ولا يملا نفس ابن ادم الا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس: فلا ادري امن القران هو ام لا؟ وفي روايه زهير قال: فلا ادري امن القران لم يذكر ابن عباس حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن داوود عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه قال بعث ابو موسى الاشعري الى قراء اهل البصره فدخل عليه ثلاثمائه رجل قد قراوا القران فقال انتم خيار اهل البصره وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وانا كنا نقرا سوره كنا نشبهها في الطول والشده ببراءه فانسيتها غير اني قد حفظت منها لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. باب ليس الغنى عن كثرة العرب. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقارب في اللفظ قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله بن سعد انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما اخشى عليكم ايها الناس الا ما يخرج الله لكم من زهره الدنيا فقال رجل يا رسول الله اياتي الخير بالشر فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه ثم قال كيف قلت قال قلت يا رسول الله اياتي الخير بالشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخير لا ياتي الا بخير او خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع حدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهره الدنيا قالوا وما زهره الدنيا يا رسول الله قال بركات الارض قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر قال لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فاكلت ان هذا المال خضره حلوه فمن اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته ومن اخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع حدثني علي بن حجر اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهره الدنيا وزينتها فقال رجل اوياتي الخير بالشر يا رسول الله قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شانك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك قال وراينا انه ينزل عليه فافاق يمسح عنه الرحضاء وقال ان هذا السائل وكانه حمده فقال انه لا ياتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه من ياخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامه. باب فضل التعفف والصبر حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى اذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما اعطي احد من عطاء خير واوسع من الصبر حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب في الكفاف والقناعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أيوب، حدثني شرحبيل، وهو ابن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبولي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وابو سعيد الاشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الاعمش حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه كلاهما عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا باب اعطاء من سال بفحش وغلظه حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. حدثني عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن انس بن مالك قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشيه فادركه اعرابي فجبذه بردائه جبذه شديده نظرت الى صفحه عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اثرت بها حاشيه الرداء من شده جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم امر له بعطاء. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام، حا. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حا. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة، قال: "ثم جبذه إليه جبذة". رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيه ولم يعط مخرمه شيئا فقال مخرمه يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبات هذا لك قال فنظر اليه فقال رضي مخرمه حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا حاتم بن وردان ابو صالح حدثنا ايوب السختياني عن عبد الله بن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبيه فقال لي ابي مخرمه انطلق بنا اليه عسى ان يعطينا منها شيئا قال فقام ابي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك باب اعطاء من يخاف على ايمانه حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب اخبرني عامر بن سعد عن ابيه سعد انه اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وانا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو اعجبهم الي فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، فسكت قليلا. ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، فسكت قليلا. ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حا وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي بن شهاب حا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن اسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال اقتالا اي سعد اني لاعطي الرجل باب اعطاء المؤلفه قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوي ايمانه حدثني حرمله بن يحيى التجيبي اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني انس بن مالك ان اناسا من الانصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فارسل الى الانصار فجمعهم في قبه من ادم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم فقال له فقهاء الانصار اما ذو راينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا واما اناس منا حديثه اسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اعطي رجالا حديثي عهد بكفر اتالفهم افلا ترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعون الى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا سنصبر. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قالا: حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثني انس بن مالك انه قال لما افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن وقتص الحديث بمثله غير انه قال قال انس فلم نصبر وقال فاما اناس حديثه اسنانهم وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني انس بن مالك وساق الحديث بمثله الا انه قال قال انس قالوا نصبر كروايه يونس عن الزهري حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار فقال افيكم احد من غيركم فقالوا لا الا ابن اخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن اخت القوم منهم فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا، وترجعون برسول الله إلى بيوتكم، لو سلك الناس واديا، وسلك الأنصار شعبا، لسلكت شعب الأنصار. حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت انس بن مالك قال لما فتحت مكه قسم الغنائم في قريش فقالت الانصار ان هذا لهو العجب ان سيوفنا تقطر من دمائهم وان غنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم قالوا هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون قال اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا الى بيوتهم وترجعون برسول الله الى بيوتكم لو سلك الناس واديا او شعبا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف قال حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده قال فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا فقالت الأنصار اذا كانت الشده فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبه فقال يا معشر الانصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الانصار اما ترضون ان يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه الى بيوتكم قالوا بلى يا رسول الله رضينا قال: فقال لو سلك الناس واديا، وسلكت الانصار شعبا، لاخذت شعب الانصار. قال هشام: فقلت يا ابا حمزه انت شاهد ذاك، قال واين اغيب عنه؟ حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الاعلى. قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان: عن ابيه قال حدثني السميط عن انس بن مالك قال افتتحنا مكه ثم انا غزونا حنينا فجاء المشركون باحسن صفوف رايت قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتله ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم قال ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا، وفرت الأعراب، ومن نعلم من الناس. قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار. يا للانصار قال قال انس هذا حديث عميه قال قلنا لبيك يا رسول الله قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيم الله ما اتيناهم حتى هزمهم الله قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا الى الطائف فحاصرناهم اربعين ليله ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل المئة من الإبل. ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب مئة من الإبل وساق الحديث بنحوه وزاد وأعطى علقمة بن علاثة مئة وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة، ولا صفوان بن أمية، ولم يذكر الشعر في حديثه. حدثنا سريج بن يونس، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فاعطى المؤلفه قلوبهم فبلغه ان الانصار يحبون ان يصيبوا ما اصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعاله فاغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله امن فقال الا تجيبوني فقالوا الله ورسوله امن فقال اما انكم لو شئتم ان تقولوا كذا وكذا وكان من الامر كذا وكذا لاشياء عددها زعم عمرو ان لا يحفظها فقال الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والابل وتذهبون برسول الله الى رحالكم الانصار شعار والناس دثار ولولا الهجره لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبهم انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عُدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته فأخبرته بما قال، قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله قال ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر قال قلت لا جرم لا ارفع اليه بعدها حديثا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل انها لقسمه ما اريد بها وجه الله قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت اني لم اذكره له قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. باب ذكر الخوارج وصفاتهم حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانه منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فاقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني قرة بن خالد، حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق. عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبه في تربتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعه نفر الاقرع بن حابس الحنظلي وعيينه بن بدر الفزاري وعلقمه بن علاثه العامري ثم احد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم احد بني نبهان قال فغضبت قريش فقالوا ايعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انما فعلت ذلك لاتالفهم فجاء رجل كث اللحيه مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الراس فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله ان عصيته ايامنني على اهل الارض ولا تامنوني قال ثم ادبر الرجل فاستاذن رجل من القوم في قتله يرون انه خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن عمرة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهه كث اللحيه محلوق الراس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك اولست احق اهل الارض ان يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه فقال لا لعله ان يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر اليه وهو مقف فقال انه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه قال اظنه قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن عماره بن القعقاع بهذا الاسناد قال وعلقمه بن علاثه ولم يذكر عامر بن الطفيل وقال ناتئ الجبهه ولم يقل ناشز وزاد فقام اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا اضرب عنقه قال لا قال ثم ادبر فقام اليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله الا اضرب عنقه قال لا فقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا، وقال: قال عمارة: حسبته قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، وقال: بين أربعة نفر، زيد الخير. والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل وقال ناشز الجبهة كرواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه وعطاء بن يسار انهما اتيا ابا سعيد الخدري فسالاه عن الحروريه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها قال لا ادري من الحروريه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الامه ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القران لا يجاوز حلوقهم او حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه فينظر الرامي الى سهمه الى نصله الى رصافه فيتمارى في الفوقه هل علق بها من الدم شيء حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري حا وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني ان ابا سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخويصره وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله عدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل ان لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر الى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر الى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم ايتهم رجل اسود احدى عضديه مثل ثدي المراه او مثل البضعه تدردر يخرجون على حين فرقه من الناس قال ابو سعيد فاشهد اني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قاتلهم وانا معه فامر بذلك الرجل فالتمس فوجد فاتي به حتى نظرت اليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان عن ابي نضره عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في امته يخرجون في فرقه من الناس سيماهم التحالق قال هم شر الخلق او من اشر الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا او قال قولا الرجل يرمي الرميه او قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيره وينظر في النضي فلا يرى بصيره وينظر في الفوق فلا يرى بصيره قال قال ابو سعيد وانتم قتلتموهم يا اهل العراق حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني حدثنا ابو نظره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقه عند فرقه من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبه بن سعيد قال قتيبه حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقه يلي قتلهم اولاهم بالحق حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا داود عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقه في فرقه من الناس فيلي قتلهم اولى الطائفتين بالحق حدثني عبيد الله القواريري حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن الضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه قوما يخرجون على فرقه مختلفه يقتلهم اقرب الطائفتين من الحق باب التحريض على قتل الخوارج حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الاشج جميعا عن وكيع قال الاشج حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن خيثمه عن سويد بن غفله قال قال علي اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان اخر من السماء احب الي من ان اقول عليه ما لم يقل واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس حا، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وأبو بكر بن نافع، قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وزهير بن حرب، قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمْيَةِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَا وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَا وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن ايوب عن محمد عن عبيده عن علي قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد او مودن اليد او مسدون اليد لولا ان تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت انت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم قال اي ورب الكعبه اي ورب الكعبه اي ورب الكعبة, الكعبه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيده قال لا احدثكم الا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث ايوب مرفوعا حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن كهيل حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أيها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل وايه ذلك ان فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على راس عضده مثل حلمه الثدي عليه شعرات بيض فتذهبون الى معاويه واهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم واموالكم والله اني لارجو ان يكونوا هؤلاء القوم فانهم قد سفكوا الدم الحرام واغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله قال سلمه بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطره فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم القوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله. وبلغ رسوله قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين آ آه الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم الا لله قال علي كلمه حق اريد بها باطل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا اني لاعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بالسنتهم لا يجوز هذا منهم واشار الى حلقه من ابغض خلق الله اليه منهم اسود احدى يديه طبي شاه او حلمه ثدي فلما قتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين او ثلاثا ثم وجدوه في خربه فاتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله وانا حاضر ذلك من امرهم وقول علي فيهم زاد يونس في روايته قال بكير: وحدثني رجل عن ابن حنين انه قال: رايت ذلك الاسود. باب الخوارج شر الخلق والخليقه. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيره، حدثنا حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعدي من امتي او سيكون بعدي من امتي قوم يقرؤون القران لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقه فقال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري اخ الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعته من ابي ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث فقال وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو المشرق: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. وحدثناه أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني بهذا الاسناد وقال يخرج منه اقوام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق جميعا عن يزيد قال ابو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن اسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه قوم قبل المشرق محلقه رؤوسهم باب تحريم الزكاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابيه حدثنا شعبه عن محمد وهو ابن زياد سمع ابا هريره يقول اخذ الحسن بن علي تمره من تمر الصدقه فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها اما علمت انا لا ناكل الصدقه حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد وقال أنا لا تحل لنا الصدقة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ أنا لا نأكل الصدقة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها. ثم اخشى ان تكون صدقه فالقيها وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وحدثنا أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور، عن طلحة بن مصرف: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق، فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها باب ترك استعمال آل النبي على الصدقه حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا جويريه عن مالك عن الزهري ان عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب حدثه ان عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعه بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فاديا ما يؤدي الناس واصابا مما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن ابي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك. فقال علي بن ابي طالب لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعه بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا الا نفاسه منك علينا. فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي: ارسلوهما فانطلقا. والضجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك كما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون قال فسكت طويلا حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلماه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ادعوا لي محميه، وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءه، فقال لمحميه: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني، وقال لمحميه: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسمه لي. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي. أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس إيتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال انا ابو حسن القرم والله لا اريم مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما بحور ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد وقال ايضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي محمية ابن جزء، وهو رجل من بني اسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الاخماس. باب اباحة الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولبني هاشم وبني المطلب، وان كان المهدي ملكها بطريق الصدقه. وبيان ان الصدقه اذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقه وحلت لكل احد ممن كانت الصدقه محرمه عليه حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا ليث عن ابن شهاب ان عبيد بن السباق قال ان جويريه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام الا عظم من شاه اعطيته مولاتي من الصدقه فقال قربيه فقد بلغت محلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الإسناد نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحمًا تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريره فقال هو لها صدقه ولنا هديه حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حدثنا هشام بن عروه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت في بريره ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقه ولكم هديه فكلوه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا حسين بن علي عن زائده، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن ابيه، عن عائشه، ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير انه قال وهو لنا منها هديه حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن حفصه عن ام عطيه قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه من الصدقه فبعثت الى عائشه منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عائشه قال هل عندكم شيء قالت لا الا ان نسيبه بعثت الينا من الشاه التي بعثتم بها اليها قال انها قد بلغت محلها باب قبول النبي الهديه ورده الصدقه حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتي بطعام سال عنه فان قيل هديه اكل منها وان قيل صدقه لم ياكل منها باب الدعاء لمن أتى بصدقته حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي عن شعبه عن عمرو وهو ابن مره حدثنا عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فاتاه ابي ابو اوفى بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى وحدثناه ابن نمير حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: صلِ عليهم. باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض